السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم موابد لغوية. الحصة ديال اليوم غادي نخصوها السوجي رقم 3. الحصة الماضية كنت هضرت على كيفاش نخرجوا الأفكار، comment avoir des idées concernant bien sûr les causes et les solutions d'un phénomène، اللي هو الظاهرة هي ان التلاميذ ما بقاوش كيعطيو اهميه للمطالعه. دونك قبل ما تشوف هاد لا فيديو هادي لابد خصك تشوف لا فيديو اللي من قبلها. داكور الوغ سون بلو تاردي غنمشي لا ريداكسيون. داكور هاد المره هادي ماشي بحال المرات اللي دازو، كنت كنكتب بواحد الطريقه فوريه، يعني كنكتب وكنسجل. دابا وجدت لو سوجي قبل ما نكتب. Alors, je lis le sujet. Selon certains professeurs, aujourd'hui, les élèves ne donnent pas une grande importance à la lecture. هاد العبارة هادي كاينة عندي في السوجي. بعض الأساتذة يقولون بأن التلاميذ حاليا ما كيعطيوش أهمية كبرى للمطالعة والقراءة. Bien. En effet. هاد لو ليان لوجيك en effet, on l'utilise pour parler, pour expliquer une idée davantage. كنستعملوه باش نفسرو واحد الفكرة، كنزيدو نفسروها مزيان. الوغ اون في سو بروبو، هاد الفكرة اللي هي أن التلاميذ مبقاوش كيهتمو بالمطالعة، سو بروبو ني با ريسون، هاد لو بروبو ماشي جديد. لو مونك دانتيغي بوغ لا ليكتور اي لارجمون ريبوندي دون لا سوسيتي ماروكان دوبوي كيلكو ديسيني. لو مونك دانتيغي يعني عدم الاهتمام، قلة الاهتمام بالقراءة والمطالعة كان منتشر بشكل قوي في المجتمع المغربي منذ عقود، اون ديسيني، العقد هو 10 سنوات. الوغ جو بوز لا كيستيون ليان لوجيك، الوغ كيل سون لي كوز دو سو فينومين، شنو هي الاسباب ديال هذه الظاهره اي لي سوليسيون سوسيبتيبل دونكوراجي لي زيليف ا ليغ، شنو هي الحلول اللي ممكن تخلي التلاميذ انهم يقراو يطالعوا ويحبوا الكتب. بيان نبدا، جو كومونس باغ les causes. Pour ce qui est des causes de ce fléau, بلا ما نرجع للتفاصيل، الحصة الماضية كنت هضرت كيفاش نبدا لي كوز وكيفاش نبدا لي كونسيكونس. داكوغ يعني كاين بزاف الحوايج اللي تقلت، الوغ رجعوا لا فيديو السابق. Pour ce qui est des causes de ce fléau, je tente de montrer comment les parents، غادي نحاول نبين كيفاش الآباء، les professeurs et la société marocaine y contribuent. كيفاش ثلاثة العناصر اللي هما لي ثلاثه ديال لي زانترفونون متدخلون، لي بارون، لي بروفيسور، المجتمع بصفه عامه يساهم في هذه الظاهره. كيفاش دوبوي بلوغات عباره تعني منذ امد بعيد، دوبوي لونتون لي بروفيسور اي لي بارون اون سيسي دو دوني ليكزامبل، يعني اباء والاساتذه مابقاوش كيعطيو مابقاوش قدوه بالنسبه للتلاميذ فيما يخص حب القراءه. دو بوا اتر دو غران ليكتور، مابقاوش كيقراو بزاف. Les professeurs se contentent des cours administratifs à l'école. نبدا بالاساتذه، الاساتذه ولاو كيكتفيو بالدروس المقدمه في اطار المؤسسه. داكور les professeurs se contentent des cours administrés à l'école ne se montrent jamais intéressés par la lecture pour le plaisir. وما كيعطيوش اهميه حتى هما. كتلقى مثلا بعض الاساتذه كينصحوا التلاميذ انهم يقراو ايتترا، ولكن هما نفسهم ما كيقراوش، يعني كيبقاو يعني غير في البرنامج الدراسي. لي بارون، دابا نمشي للاباء، لي بارون دو لوغ كوتي سوكوب دي بوزوان دو لوغ بروجينيتور. كتلقى الاباء انهم مشغولين انهم يوفروا الحاجيات ولقمه العيش للذريه ديالهم، ولكن ما سون سو دوني لا بين دو كونساكري دو بوتي لابس دو تون بور لير، ولكن ما كيعطيوش واحد الوقت للمطالعة. اي بار كونسيكون انسيتي لي زوطر اليغ، لان الا كان الابن كيشوف الاب او الام كتقرا بيان سور حتى هو من يعني احتمال كبير انه حتى هو يولي كيبغي المطالعة. ابار كيلكو زيليميني، الى حيدنا بعض المتنورين، لا سوسيتي ماروكان ايتون ماتيرياليست، لان المجتمع المغربي في الغالبية ديالو دون سا ماجوريتي إلي ماتيرياليست، يعني مجتمع مادي يقلب على الفلوس. فالوغيز لي جون ريش، يعني كيعطي الأهمية للمجتمع المغربي الناس اللي لاباس عليهم.
les footballeurs, les riyadiyin, les chanteurs, les mughniyin, les acteurs, momtilin, etc. Et au contraire, dévalorise les savants et les gens cultivés. Mais qui a-t-il le climat? Les nes, les ulama, ou les nes, les mutaqafin. Pour encourager, Mshi d'abord les solutions, pour encourager les élèves à lire, les associations de parents d'élèves et les établissements scolaires devraient sensibiliser les élèves. Ah, pardon. Devraient les sensibiliser. عيد هذه باش ما يكونش عندي واحد لا ريبيتيسيون. جو ريبرون بور انكوراجي لي زيليف ا لير باش نشجعوا التلاميذ يقراو لي اسوسياسيون دو بارون ديليف جمعيات اباء واولياء التلاميذ اها اي لي زيتابليسمون سكولير المؤسسات المدرسيه دوفري خاصها لي سونسيبيليزي تحسس لي سونسيبيليزي تحسس التلاميذ ا ليتيليتي ماكسيمال دو لاكت دو لير ستبين لهم الاهميه القصوى ديال المطالعة. Alors, اللي كتجلى باختصار لو سافوار ا ايتي اي اي سورا لولتيم فوا بور كونستروير دي ناسيون ديفلوبي. العلم كان وحاضر وفي هذا الوقت الحاضر ايضا وغادي يبقى في المستقبل هو الطريق الوحيد لاننا باش نكونوا امم متقدمه. De sa part, منجهته الدوله ليتا افيك اون ماجيسكول بيان سور سوري ابلي خاصها serait appelé à donner plus d'espace à la culture. Ça veut dire un message أكبر للثقافة, aux livres, aux كتب, aux lecteurs, aux قراء, aux auteurs, aux كتاب, sur les médias, à la صحافة, صحافة مكتوبة أو مقروءة, les journaux, les revues, la télévision, أو مسموعة, la radio, عوض أن, au lieu de dédier des jours entiers à la médiocrité. Et là, حسبنا العدد ديال الساعات اللي كتخصص للتفاهه لا ميديوكريتي وجمعنا دوك الساعات غتولي عندنا ايام وشهور وسنوات. دونك ايسي غادي نطرح واحد السؤال جو بوزي اون كيستيون اللي كتسمى اون فوس كيستيون او بيان اون كيستيون اوغاتوار او بيان ريتوريك كما بغيت تسميها اللي هي السؤال في الداخل ديالو كاين الجواب. كيس كان شونتور ان اكتور او ان فوتبالور فا تيل ابورتي ا سا سوسيتي s'il passe de bonnes heures à raconter des conneries. شنو غيقدم المجتمع واحد المغني ولا ممثل ولا فوتبالور اللي يجي مثلا لا راديو ولا لا تلفزيون ولا لي ريزو سوسيو يبقى يعاود لنا قصه حياته. داكور خاصو يعطينا افكار دي زيد. داكور بيان Pour conclure, ختاما, il est temps de joindre, حان الوقت, de joindre l'acte à la parole, خاصنا نرفقوا القول بالفعل, joindre l'acte à la parole, et devrait, خاصنا نتحركوا, نخدموا, pour une société où la lecture est indispensable, باش نوجدوا ونكونوا واحد المجتمع اللي القراءة والمطالعة تولي ضرورة قصوى. داكور؟ تحياتي إلى هنا نصل إلى نهاية الحصة. Au revoir.